بيكم مشاهدينا مرة تانية. السمنة مش بس مشكلة ست أو بنت عايزة تلبس فستان شكله حلو وجسمها مش ظابط عليه، ولا برضو مشكلة راجل عايز يبقى سمارت في البدلة. السمنة مشكلتها أكبر من كده بكتير، مش مشكلة شكل بس. في ناس كلابيز وتخان وشكلهم جميل وزي القمر، إنما السمنة مشكلة صحة، مشكلة إنه حد يعيش بقية عمره تعبان، ركبه محمل عليها، السكر عنده زايد. يعني زي ما بيقولوا السمنة هي أم الأمراض. إزاي نتخلص من السمنة بطريقة يعني تسهلها علينا مش تصعبها؟ معانا دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة ودبلومة التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية وعضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. إزيك يا دكتور؟ ازيك واهلا بكل اللي متابعينا وعايزين يخسوا وعايزين يرجعوا مره تانية يكون جسمهم رشيق. المشكله زي ما قلت مش مشكله شكل قد ما هي مشكله لايف ستايل وحياه وصحه ولياقه، واللياقه دي نحط تحتها مليون خط، لانه يعني فكره ان انا ما اعرفش اتحرك للحمام، في ناس بتوصل لكده يعني ما تقدرش تروح الحمام علشان محمله على ركبها، دي مشكله رهيبه. ازاي الانسان يوصل للياقه برغم من انه بياكل او وزنه زايد؟ بصي، هو في العادي احنا دايما بنشوف الناس اللي بتبقى وزنهم زايد ما بيبقاش بين يوم وليله، ده تراكم سنين طويله قوي، سنين طويله اهمل في نفسه، سنين طويله كان مهمل في شكله، مهمل في صحته، بيتفاجئ بحاجه من الاثنين، يا اما يعني حصل له امراض كتيره قوي اصاب بيها. على سبيل المثال مثلا زي ما احنا بنشوف كده الكوليسترول والسكر، او حتى التهابات في المعده، قرحه المعده، او واحد ابتدى خلاص ركبه والمفاصل والعمود الفقري والنزاق الغضروفي، كميه امراض كتيره قوي بيصاب بيها. او يكون شخص لسه ما اصابش بالامراض دي بس خلاص وزنه ابتدى، شايف ان وزنه بقى زايد تقيل بمعنى اصح، مش قادر يمارس مجهود، مش قادر يطلع سلم، مش قادر اذا كان بيتحرك مش قادر يمشي، اذا كان شخص مثلا خلاص ابتدى حاسس ان زياده في الوزن بقت عامله له عائق حتى في لبسه، فبيبتدي هنا يبتدي يفكر طب انا هعمل ايه او هتصرف ازاي. حاجه من الاثنين، يا اما بيروح جاي عامل رجيم قاسي قوي، او بيبتدي يتبع نظام غذائي قاسي جدا، بتلاقيه في اول اسبوع ممكن ينزل 5 6 كيلو وبعد كده جسمه ما بينزلش. ايوه، يبتدي جسمه يثبت على كده ويبتدي يقول لك طب انا العيب فين، او يبتدي ان هو مش قادر يكمل النظام القاسي اللي هو حاطه. طب خلينا نفكر مع بعض، انت ما بين يوم وليله انت وزنك ما كانش بالوزن ده، انت ده تراكم زي ما بنقول سنين. ايوه، عشان وزنك يوصل للزياده دي فادي لنفسك فرصه تنزل برضو تدريجي، ما تفرحش قوي قوي بان انت تروح جاي في اسبوع نازل ال 5 6 كيلو، ده انت المفروض تزعل ما تفرحش، لانه دول بيرجعوا بسرعه. بالظبط، ومش هتقدر تكمل. وكمان جسمك ممكن يصاب بامراض كتيره في المرحله دي، لان انت بتعمل له نوع من انواع الصدمه. جسمك متعود على ليفل معين، وتبتدي ان انت تعمل له صدمه ان انت تمنع عنه الاكل، فهتصاب بامراض كتيره قوي. طيب انا الحل ايه؟ ازاي اقدر ان انا اعمل التوازن مره تانية؟ على مستوى العالم كله ابتدى ظهرت في الاونه الاخيره موضوع الالياف الطبيعيه، الفايبرز. الالياف الطبيعيه اللي هتقدر تعمل لك حاجتين، رقم واحد تساعدك بإرادة قوية جدا ان انت تكمل النظام الغذائي، لانها في الاول والاخر هتحسسك بالشبع، والحاجة التانية كمان انها هتمنع عنك امراض كتيرة ممكن في المستقبل ان انت تصاب بيها. جميل. طيب الالياف الطبيعية مناسبة لكل الاعمار، مناسبة لكل الامراض، مناسبة لكل المشاكل اللي ممكن تقابل اي حد؟ طبعا في ناس كتيرة بيصابوا بمرض السمنه في سن مبكر. ايوه، ودي احنا ما كناش بنشوفها في الماضي. ليه؟ لان كان دايما الطفل حركته كانت زياده، كان بيتحرك كتير، ده زمان. دلوقتي بقى كل الاطفال يعني نوعا ما من التكنولوجيا وان هو قاعد في البيت فتره طويله، قاعد على التليفون، ان هو قاعد مثلا عليه فتره طويله السوشيال ميديا، كل ده خلى حركته كمان قليله. ظهور كمان الجانك فود والاكلات السريعه ده ساعد بشكل اكبر ان هو يظهر المشكله بشكل كبير. أيوه. فبقينا نشوف اطفال وزنهم زايد، الناس كبار السن اللي على مدار سنين طويله وزنهم زاد بس خلاص حالتهم الصحيه ما تساعدهمش ان هم لا يعملوا نظام غذائي بشكل مظبوط، وفي نفس الوقت كمان ما يقدرش ان هو يتحرك او يمارس رياضه. ايوه، وخلاص لازم هينزل في وزنه. فابتدى العلماء كان في ابحاثهم على مدار ال 20 30 سنه اللي فاتت ازاي نقدر نوصل لحاجه ناتشرال طبيعيه 100% وتقدر انها تساعد الناس دي انها تنزل في وزنها. فظهر الفايبرز.
حتى في امريكا واوروبا بيسموه اسطوره الالياف الطبيعيه. لو دخلنا حتى على الويب سايت على الانترنت هنلاقي مكتوب فعلا اسطوره الالياف الطبيعيه، وعلماء كبار جدا في علم التغذيه بيتكلموا عنه. ليه بيتكلموا عليه اسطوره؟ لانه اولا حاجه ناتشرال طبيعيه جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، فمش هياثر على جسمنا. الحاجه الثانيه، لو انا عندي امراض مصاحبه او باخد ادويه ما فيش دراج دراج انتر اكشن، ما فيش تفاعلات مع الادويه. الحاجه الثالثه والمهمه قوي، ان انا هساعدك املى معدتك، فبالتالي انت حسيت ان انت شبعان، وكمان طلعت لك كل الدهون اللي اتكسرت في جسمك بره الجسم. جميل. طيب خلينا نشوف فيديو كده بيورينا ازاي الالياف الطبيعيه لما بتدخل من البوق بتنزل الجسم بتعمل ايه. احنا يعني الالياف دايما نقول الناتشر بتاعها طبيعي، ودي نركز عليها جدا. انت بتاخد حاجه طبيعيه، بتيجي منين؟ بتيجي من فواكه وبتيجي من خضار، بيبتدي تتعمل عن طريق النانو فايبرز، وبنشوفها في صوره الكيس الباودر اللي احنا بناخده بتاع الالياف الطبيعيه. جوه الكيس في نوعين، في نوع بيدوب في الميه في نفس الكيس، ونوع ما بيدوبش في الميه. ولو احنا بنحضر الكيس بتاع الالياف الطبيعيه وجينا دوبناه في الميه هنلاقيه بيدينا نوع من انواع التجانس، ولكن مش هيدينا نوع الذوبان الكامل، مش زي السكر لما بنحطه في الميه بيدوب ذوبان كامل، لا هنلاقيه حتى هنقدر ناكله بالمعلقه، علشان احنا زي ما بنقول في نصين، نوع بيدوب ونوع ما بيدوبش. طب هيعملوا ايه جوه جسمي لما هيدخل؟ اول حاجه انا هملى لك المعده. المعده بتاعتي اتملت، وكل ما هنشرب عليه ميه زياده كل ما هيبتدي حجمه في المعده هيبتدي ان هو يزيد، ونحس بموضوع الامتلاء. كمان النوع اللي بيدوب في الميه هيمنع لي من امتصاص الجلوكوز، وهيمنع لي من امتصاص الكوليسترول. تمام. فبالتالي لو مريض عنده سكر او عنده كوليسترول هيحس بتحسن وفرق كبير جدا مع اخذ الالياف الطبيعيه. والنوع اللي ما بيدوبش في الميه هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو ياخد الدهون اللي اتكسرت، هياخد السموم والشوائب اللي موجوده في جسمي، ويعملها في عمليه الاخراج يطلعها بره الجسم. جميل. دي يعني احنا صوره مبسطه قوي لكل حد بيشاهدنا لما هياخد الالياف هيحصل ايه جوه جسمه. طيب احنا بعتت لنا رضوى بتقول والدتي سنها كبير عندها 69 سنه وعندها خشونه في المفاصل وما بتعرفش تتحرك ولا تمشي على رجليها. الكيس اللي انا قلتها في اول الحلقه انه في حد ممكن يبقى مش قادر حتى يوصل للحمام. صحيح. فالدكاتره طلبوا انها تخس وهي مش قادره يعني تعمل نظام رجيم او تروح لدكتور رجيم او كده. طبعا يعني حته النظام الغذائي زي ما بنقول ودايما بناكد عليه، لا للنظام القاسي، نبعد عنه بتاتا، لا مش هيفيدنا، بالعكس هيضرنا. وفي نفس الوقت انا بدور على اللونج تيرم اللي انا هستمر لفتره طويله، فلازم يكون النظام الغذائي اللي انا بعمله نظام متوازن. اخد كل الفوائد بتاعه جسمي اللي محتاجها، والحاجات اللي جسمي مش محتاجها ببعدها في النظام الغذائي. بالنسبه لحالتها هي مش هتقدر لا تمارس رياضه، وفي نفس الوقت قاعده في البيت طول الوقت، قاعده في البيت، واللي قاعد في البيت ده عينه على طول على الاكل. فعلى طول حتى لو دخل مطبخ عايز ياكل على طول شايف اكل قدامه، فرايح جاي على الاكل. حتى يمكن كبار السن دايما يقول لك احنا ما بناكلش، بس تعالي بص على اكلهم، لا هتلاقي بياخدوا حاجات سعرات الحراريه بتاعتها عاليه جدا، وده اللي بيسبب لها زياده في الوزن. كمان جسمها تعود ما يحرقش، لانها طول الوقت قاعده في البيت، فجسمها عمال يخزن دهون. فانا بنصحها انها تاخد الالياف الطبيعيه الفايبرز. جميل. طيب خلينا نشوف وهي تاخدها بقى تعملها ازاي. مهم قوي تعملها ازاي. لانه في ناس كتير برضو ما شافتش حلقاتنا، وبرضو مهم ان هم يشوفوا طريقه عمل الالياف. احنا هنجيب كوبايتين بس، دي بس عشان نوري الناس دور الالياف ايه، لكن في البيت احنا هنعمل الكوبايه اللي على ايدنا اليمين فقط، دي اللي احنا تمام. هنعملها في البيت. فهنجيب نص كوبايه ميه، وهفتح الكيس الباودر بتاع الالياف، وهبتدي ان انا احطه في الميه وادوبه لمده دقيقه او دقيقتين. ودي كده طريقه التحضير علشان تناول الالياف الطبيعيه اللي هتبقى على ايدينا اليمين. طيب اللي على ايدينا الشمال دي بس احنا عشان نوريكم بعينينا ايه اللي هيحصل جوه جسمنا، تبقى حاجه عمليه. جبنا كوبايه فيها ميه وحطينا عليها طبقه زيت، وجبنا الكيس بتاع الالياف الطبيعيه الباودر وابتدينا حطيناها فوق الزيت. وهنسيبها كده نركنها شويه على جنب عشان نشوف ايه اللي هيحصل مع الميه والزيت والالياف الطبيعيه. وخلينا نبقى مركزين على ايدينا اليمين الكوبايه اللي احنا هنبتدي طريقه التحضير لتناول الالياف الطبيعيه. بنقلبها لفتره دقيقه او دقيقتين. بعد كده هنبتدي نلاقي في عمليه التجانس حصلت. بنشوف ان الباودر بتاع الالياف الطبيعيه ما دابش بصوره 100%، لان هو نوعين في نفس الكيس، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. فزي ما شفنا كده عمليه التجانس،
بنطلع حتى بالمعلقه وننزل، بقى عامل زي شبيه بالسريلاك اللي احنا ممكن نكون بنحضره لاطفالنا، ونبتدي بعد كده ناكله بالمعلقه. بناكل الكميه كلها اللي احنا حضرناها، بنشرب عليها لتر الاتنين لتر ميه علشان كمان حجمها يزيد جوه المعده ويبتدي نحس بالامتلاء. جميل. طيب معايا اتصال من استاذ شريف. الو. ايوه اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ شريف؟ اهلا بيك يا استاذ دعاء. قولي بقى، انت خدت الالياف؟ اه انا خدت الالياف تقريبا بقالي شهر ونص دلوقتي. وزنك كان كام؟ وزني كان 228، بقيت 216، يعني نزلت 12 كيلو تقريبا في شهر ونص. ده كويس قوي ده. حضرتك كنت ما كنتش بتتحرك ولا كنت بتتحرك؟ لا هقول لحضرتك حاجه، في الاول ما كنتش بتحرك، كنت بعتمد على الالياف بس. وبعدين بدات احاول اطور الموضوع ان انا احول اكلي لهيلثي فود مع الالياف. تحاولت ايه؟ احول الاكل بتاعي لهيلثي فود. هيلثي فود. تمام. وبعدين بدات مثلا بصفه دوريه بقى كل فتره كده بتحرك مثلا نص ساعه ولا حاجه. فلما عملت الثلاثه مع بعض الموضوع اختلف تماما يعني. لا ما انت كمان المعدل اللي نزلت بيه كبير ما شاء الله، يعني 12 تمام. كيلو في شهر ونص. طب قول لي كنت بتاكل ايه كده، ادينا غشش المشاهدين كده. انا كنت وقفت النشويات بصفه عامه يعني. وبعد ما وقفتها يعني وقفتها تقريبا مثلا 10 ايام، وبعدين بدات اخد النشويات اللي انا كنت باخدها بس بكميات قليله جدا. حلو قوي. طيب الالياف كان ليها دور بقى ساعدتك يعني انك تعمل كده؟ الالياف كان ليها دور جامد جدا، بس انا كنت عايز اسال دكتور خالد على حاجه مهمه جدا. يا ريت. معاك يا استاذ شريف. ان انا دلوقتي لو انا عايز اغير الميه يعني مش استبدل الميه بحاجه ثانيه مع الالياف، ايه اللي ممكن استخدمه بقى؟ حلو قوي، سؤال كويس. طيب سؤالك حلو وهجاوبك عليه، بس انا عايز اعرف هل انت عرفت الالياف عن طريق التلفزيون ولا حد قال لك عليها؟ لا عن طريق التلفزيون. عن طريق التلفزيون. شكرا. طيب. ليك يا استاذ شريف. شريف هو 220 خس 12 كيلو في شهر ونص. كمان الموضوع ساعده ان هو ياكل بقى اكل هيلثي، لانه طول ما المعده مفتوحه والشهيه مفتوحه الاكل الهيلثي ده بيبقى ماما وعاده اللي بيبقى عنده زياده في الوزن بيبقى فرستريشن، عنده احباط من كل حاجه طبعا يعني. فهو اتشجع لما خد الالياف. هو عايز يبقى يحط الالياف على ممكن نقول عصير برتقان معرفش ايه، بس خلينا نبعد عن عصير البرتقان، لان البرتقان ممكن لو احنا خدناه بالليل هيزود في وزننا، لكن ممكن نحط على عصير تفاح ويكون بيور. ما يكونش عليه اي نوع من انواع السكريات. ممكن كمان الرمان نقدر نحطه عليه. ممكن الكيوي، ممكن عصير كيوي نحطه عليه. كلها عصاير كويسه، الكالوريز بتاعتها قليله. ونقدر ان احنا هتدي كمان مع الفايبرز لما هتدوب فيها هتدي كمان نكهه كويسه واحنا بناكلها. طيب كويس قوي، يعني تغيير بحيث ما يزهقوش وما يملش وما يبقاش الموضوع. ممكن نضيف ميه ورد كمان عليها لو هو عايز يحضرها مثلا بميه. الناس اللي بتحب ميه الورد. الناس اللي بتحب، احنا دي بندي اوبشنز يعني، انا بديك اختيارات. ما بقولكش لازم تعمل كده. طيب. احنا الستاندرد او الاساس اللي هي الالياف. طب هل ينفع يحطها على زبادي؟ يحطها على زبادي؟ ينفع يحطها على زبادي. بس برضه هيبتدي ان هو لازم يحط عليها ميه ويضربها في الخلاط. علشان تقدر تديني الذوبان. لان هي كمان بتعمل قوام تخين مع الميه، ففي الزبادي هتعمل قوام. اساس إيه؟ الالياف برضو عشان كل المشاهدين يبقوا عارفين لازم هيبقى معاها ميه. يعني لازم هيزود شويه ميه. لازم هزود، يا ازود ميه لو انا عايز اعملها بالزبادي ازود عليها ميه. يا هبتدي ان انا اخدها مع ميه، يا هاخدها مع عصير هيبقى قوامه برضو ميه زي ما قلنا عصير تفاح او الكيوي. كمان بعد ما ناخدها لازم هنشرب لتر او 2 لتر ميه. بعد ما بناخد الالياف طبعا. انت عارف ايه كمان ممكن يتحط فيها كده في النص؟ مكسرات. مكسرات بس مش كتير يعني. لا ما هي احنا لينا في اليوم الصحي اللوز اللي هو من غير سكر، من غير سوري ملح. المكسرات او ما يكونش متحمص كمان بيور. يبقى اللوز العادي خالص نطحنه، او حتى عين الجمل ويكون برضو كده نكسره حاجات صغيره، او يبقى يعني بيقرمش كده هيدي شويه حاجات كده تحس انك بتاكل حاجه. للناس اللي يعني اللي مش مستسيغه فكره انه بياكل زي حاجه زي السريلاك يعني. رنا. الو، ازيك يا رنا؟ لا رشا. رشا ازيك يا رشا؟ ايه ازيك يا استاذه دعاء؟ عامله ايه؟ قولي لي الحمد لله. انت خدتي الالياف بقالك قد ايه بتاخديها؟ بقالي 17 يوم. 17 يوم. وكان وزنك كام؟ كان 108. 108 نزلتي؟ نزلت 4 كيلو. ده حلو قوي في 17 يوم؟ في 17 يوم. ايه اللي حصل بقى احكي لي من اول ما خدتيها؟ يعني الاول ستايل اللي خدتها بس كنت بحس ان انا في نسبه جوع شويه.
بس اجي احاول اكل بلاقي نفسي تبقى مسدوده. تمام. بس اكلتي معاها ايه بقى؟ هو في نظام رجيم مبعوث مع الالياف. طب كويس قوي، مشيتي عليه؟ ايه يا فندم؟ مشيتي عليه؟ مشيت عليه زي ما مكتوب ماشي عليه. عباره عن ايه بقى؟ ادينا كده غششينا. الفطار نص رغيف بلدي او شريحتين توست معها معلقتين فول او جبنه قريش او بضايه. جميل. الغدا مفتوح يعني يعتبر الاكل بتاع البيت هو هو بس طبعا تقليل في نسبه النشويات. العشاء علبه زبادي مع تمرتين فاكهه، علبه تونه، طبق سلطه. ما بتاكليش سناكس في اليوم؟ يعني ما بتاكليش في النص كده تجوعي تاكليلك فاكهايه خيارايه؟ والله لا لا، مع اني مكتوب المفروض بعد الفطار بساعتين في المفروض ناخد خضار، اي نوع خضار او فاكهه، بس الواحد ما بيحسش بالجوع بصراحه. تمام. طيب انت خسيتي 4 كيلو وانت وزنك 108 بقيتي 104، عايزه تخسي توصلي لكام كيلو يا رشا؟ يعني نفسي ابقى 80 75 ان شاء الله. ان شاء الله بالاداء ده 17 كيلو 4 كيلو وخسيتي في 17. لا هو حلو بصراحه اللي انت يوم. يعني الاكل العادي بتاكليه. ما حسيتيش ان انت اتحرمتي من حاجه؟ طيب جميل، شكرا ليك يا رشا. معايا رنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا رنا؟ ازي حضرتك؟ احكي لي بقى عملتي ايه؟ خدتي الالياف؟ انا اخدها بس بقالي فتره بسيطه، بقالي اسبوع بس الحمد لله. بقالي اسبوع كنت 80 كيلو وبعدين بعد اسبوع وزنت نفسي 78، فطبعا دي حاجه شجعتني جدا طبعًا. يعني طبعا خسيتي 2 كيلو في اسبوع. في اسبوع ده كويس قوي. عملتي ايه بقى؟ انا اصلا كان عندي ثبات في الوزن رهيب، يعني جربت انظمه كتير قبل كده بصراحه بس كان وزني ثابت ما بيتحركش خالص. فيعني بصراحة فرحت جدا لما لقيت الميزان اتحرك المرة دي. يعني انت جربتي كذا مرة تعملي رجيم وما كنتيش بتخسي؟ بصراحة طيب كويس قوي، دي التشجيعة دي الأولانية. أول أسبوع 2 كيلو في أول أسبوع، دكتور خالد يقول لك بقى المفروض تخس كام كيلو في الشهر يا دكتور؟ هو الستاندرد احنا دايما نقول 6 كيلو بس بيختلف حسب العمر وبيختلف كمان على حسب لو انا همارس معاها مشي او رياضه. بيختلف كمان على نوع النظام الغذائي اللي انا باخده. بتلعبي رياضه او بتمشي او بتعملي اي مجهود يا رنا؟ بمشي. بمشي. طيب انا كويس. بمشي. طيب كويس. لا ان شاء الله تجيبيهم، ان شاء الله تجيبي 6 كيلو. باخد كمان دواء ضغط وكده فما حسيتش ان هو له اي سايد افكت يعني معايا وكده فالحمد لله يعني. طيب جميل، ان شاء الله تكملي عليه وان شاء الله تخسي. بشكرك شكرا جزيلا يا رنا. مهم قوي موضوع النظام الغذائي ان هو دايما نقول متوازن. يعني انا الحقيقه بتفاجئ بانظمه غذائيه ناس بتتبعها الكيميائي بقى والمش عارفه. انا اتفاجئت حتى حد كان عامل نظام غذائي حاطط طماطم، يعني الفطار طماطم وخيار ولبن. طب ما انت الطماطم واللبن هيعمل لك على طول كالسيوم اوكسالات جوه الجسم، فالنظام المفروض هيعملوا ايه؟ كالسيوم اوكسالات املاح. الطماطم فيها الاوكساليت واللبن فيه الكالسيوم فبيعملوا كالسيوم اوكساليت. الاثنين مع بعض بالظبط. يعني ياكل طبق سلطه بس لا ده نظام غلط. يعني انا من ضمن الانظمه الغلط اللي انا بشوفها، يعني بيجي لي ناس ويبتدي نشوف نظام الغذاء بتاعهم من البدايه غلط. وحتى النظام ناس مثلا يقول لك احنا خسينا اول اسبوع 5 كيلو بعد كده ما خسيناش، ميزاننا ثبت. ما هو ده نظام قاسي وده غلط. لا دايما حط لنا نظام غذائي متوازن ومع الالياف الطبيعيه هتلاقي نفسك بتنزل بصوره متوازنه. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، منورني دايما. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.